أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن في ميوزيوم أبسايد داون. في هذا المتحف الجميل حقيقة جدا هناك أماكن متعددة من أجل التصوير وذلك بشكل مقلوب وفي أكثر من مكان. فكما تشاهدون هنا يوجد عديد من الأماكن والأشكال بشكل عكسي ويتم أخذ صور للأشخاص من أجل التصور أو أخذ الصور التذكارية بشكل مقلوب.
فكرة جميلة. إذا بهذا نكون قد انتهينا من زيارة هذا المتحف الجميل.